اصبر علشان الآباء والأمهات اللي يسمعوننا الآن تمام، اعطني تصرف خاطئ وطريقة التصرف الصحيح تربويا ونفسيا مع الطفل. طيب مثلا لنفرض على الأكل مثلا، حلو، والطفل بدل ما يأكل بطريقة مع العائلة بطريقة منظمة ومرتبة بدأ يلعب في الرز خلنا نقول، هنا أقول له لا ستوب، معلش أنت معاقب الآن، تروح على الزاوية وما تأكل معنا، ما دامك كذا بالطريقة هذه، ووقفه ربع ساعة تايم أوت، وبعدها ممكن حط له الأكل الحالة بحيث أنه هو يشعر بأنه نوعا ما يعني مرفوض. هذا الحين وصلت للشعور أنه طالما أنت ما تلتزم بقواعد الأكل تبع العائلة راح تعاقب الطريقة هذه. بس ما أنفعل مثل بعض الآباء ينفعل مثلا في المول فيقوم يضرب ولده ويطيحه على هذا انفعال. في فرق بين أني أربي طيب غير الضرب، لفظيا كيف تتعامل مع الموقف؟ كيف تقول له أنت معاقب؟ إيش الألفاظ اللي أنت تحذر منها وتقول لا تقولونها؟ كيف طريقة توصل للعقاب من غير ما يتأثر هو نفسيا؟ دائما الألفاظ الجارحة أنا ضد طبعا استخدامها، مثل يا غبي يا أحمق، الأحكام أني أعطي أحكام ليه؟ لأنه في علم النفس بالذات الأب والأم يقول لك عباراتهم للأطفال نبوءات مستقبلية، يعني أنا لو قلت لولدي أنت ما راح تفلح بدرجة كبيرة أنا أعطيته تنبؤ أنه فعلا ما راح يفلح، أو أقول له مثلا الولد متحمس بيفتح تجارة فأقول عمرك أصلا ما راح تنجح في التجارة. أنت هنا كونك الأب أعطيته إيحاء ونبوءة قد تتحقق بنسبة كبيرة على فكرة. أنا مر علي ناس وتابعتهم حتى في لقاءات تلفزيونية يقول أكثر شيء نجحني في التجارة وأنا صغير قال لي أبوي أنت بتصير تاجر، مروا عليك في العيادة بس كذا، والعكس مر عليك والعكس أنه أحبط وما صار. أحبط وما صار. طيب.